أخيراً كملت ديك الخدمة، عيات بزاف، شافت الساعة وقت الغدا هذا، قادت شعرها وماكياجها وحويجها، وهبطت للريستو الخاص بالشركة باش تغدى. غير هبطت وهادي أول مرة تهبط وحشمانة، وفي نفس الوقت الأعين جميحة عليها وهي متوترة. مشات للصف ووقفت، وصلت نوبتها وخدت داكشي اللي بغات. شافت واحد الطبلة في واحد الزاوية ومشات جلسات وحطات البلاطو كتاكل. حتى حسات بشي واحد قل جنبها، هزات راسها كتشوف فيه، وهو يقول أنس صافو هذا غير أنا. عائشة ابتسمت وقالت مسيو أنس لاباس عليك. أنس ابتسم وقال فاش شفتك وليت لاباس؟ ما كتهبطيش عندنا بزاف، الخدمة كتير عليك. وهي تقول عائشة الصراحة شوية. قال أنس مسيو زين كيبغي يجرب الموظفين ديالو، غير يعرف راكي كفء بهاد الخدمة غادي يخفف عليك. وهي تقول له عائشة نتمنى وكاع ما جا اليوم. أنس يلاه بغى يدوي وهز راسو في التلفازة، وبان ليه ناقلين بات حي للحفل اللي كيستلم فيه أريان جائزة، وهو يقول ولد الحلال ها هو في التلفازة، هاد البت مباشر، إذا راه في الحفلة ديال صاحبه. عائشة شافت أريان وهي تصدم، قالت أريان الممثل صاحبه؟ وهو يقول أنس هو وأمير ودانيال ومسيو زين ومعروف هاد الشي، يمكن أول مرة كتعرفيه. عائشة هزت راسها بآه وقالت في خاطرها إياه الأغنياء كيتصاحبوا غير مع بعضياتهم بحال نحن المزلوطين، وبدات كتضحك. أنس ما فهم والو وقال ليها علاش كتضحكي؟ شافت فيه وجمعات الضحكة وقالت غير ضحكت وصافي. كملات ماكلتها وهي ساكتة عكس أنس اللي فمه ما ضروش من بلا بلا بلا. كيضل يعاود ليها على مغامراته فين كيسافر وما سالاش. وفي بلاصة أخرى كان غادي في طوموبيلته، سمع تليفونه كيصوني بغى يهزو وطاح ليه. تحنا كيقلب عليه تحت الكوسان القاه وهزو حتى كيسمع صوت شي خبيط، وقف ونزل بالزربه. كتبان ليه شي بنت نص وجهها مغطي بالدم والنص الاخر مغطي بشعرها. شاف صاحبتها مصدومه وشافها طايحه بلا حراك، قال ناري قتلتها ما فيهاش. اهبط بشويه وحط صبعانه على عروقها كيقيس نبضها، لقى مازال قلبها كيضرب. نهد وشاف في صاحبتها، جبد التليفون وعلم لامبيلونس، وهو يقول شنو سميتها؟ صاحبتها مازال مصدومة، عاود سولها شنو سميتها؟ قالت يامنا. دانيال تنهد وتحنا هزها وقال هاد الإسعاف ما غدا تجي حتى يبدأ يسول فيها ملك الموت من هو ربك، عاد غيجي يلا ركبي. مشات الأخرى كطير ركبات الأمور وحط يامنا حداها. جاب الله كان داك الشارع خاوي، أما كون جمعات عليهم الجوقة والجام ما يفكها. نهد دانيال وركبوا كثيرة بالجهد غادي، وكيشوف فيهم من المرايا شاف جاكيت ديالو ولاحوا لصاحبتها وقال حزمي ليها رجلها راها كتنزف. دارت كيف ما قال ليها، دقائق معدودة وبلاصة قدام السبيطار. هبط كيجري وهزها وتلقاو ليه بالباياس، حطها فوق الباياس ودخلوها بسرعة. دانيال شاف صاحبتها وقال أعطيني عنوانها ولا النمرة ديال باها أو أي حاجة. البنت بدات كتقفقف، خافت يكبر الموضوع وهي براسها دارهم ما عارفينهاش واش خارجة، على بالهم شات تقرا. قالت الصراحة والله ما عرفت، أنا غدا نمشي للحمام ونرجع. دانيال قال كيفاش صاحبتك وما عارفاش دارهم؟ يلا سيري وما تعطليش هانا هنا. مشات وهي كتدور في عينيها كتقلب على البوابة الرئيسية، شافتها وبان ليها دانيال ولا بعيد عليها، ومشات كتطير خرجات. وفي بلاصة أخرى عند نفس وصلت للمعهد ودخلت، لقاتهم يلا كيتجمعوا كيبدلوا حوايجهم. مشات حتى هي بالتلات وقادات باش تأدي آخر مرة تدريبات. كملت تدريباتها وقبل ما تخرج سمعات أستاذها والمخرج للمسرحية كيغوت عليها باش تجي لعندو. قالت أستاذي كاين شي مشكل؟ الأستاذ قال لا تبارك الله عليك أبهرتيني بأدائك،
نفس، أنتي بنت موهوبة وكنبشرك بمستقبل زاهر، غدا يمكن غدا تكون فرصة حياتك. نفس قالت كيفاش؟ ما فهمتش. قال الأستاذ ماشي غير غدا تخرجي غدا، لا غادي يكون معانا وبين الجمهور مخرج أفلام في هوليود، وهو مبتدئ، هذا أول فيلم ليه، وبغى بطلة جديدة ومختلفة، وطبعا وجه جديد، يعني ما عمرها بانت في شي بلاصة. غادي يحضر 4 المسرحيات في هذا المعهد، يعني عندك فرصة تعطي ما عندك باش ما تضيعيش راسك بما أنك البطلة في المسرحية. نفس قالت واش بالصح هادشي؟ أنا ما كنحلمش. الأستاذ قال طبعا لا، وعرفتي شكون غادي يكون البطل في الفيلم؟ نفس قالت شكون؟ وهو يقول الأستاذ أريان. قالت نفس شنو؟ وهو يقول الأستاذ فرصة العمر، فيلم واحد معاه وغدا تشهري. نفس مصدومة من هادشي اللي كتسمع، كتضحك بحال الحمقى، وهي تقول كان واعدك أستاذي غدا نحمر ليك وجهك. وهو يقول الأستاذ كنتمنى، يلا سيري ترتاحي. شكراته وخرجات من المعهد. الغد ليه أدخل أريان المسرح سابقهم كلهم، ولقى المدير المسرح اللي غادي يطير بالفرح، والأستاذ وفي نفس الوقت مخرج المسرحيات. سلموا على بعضياتهم وتوجه أريان جلس في الكرسي الأمامي، وقدامه أسماء الممثلات وصورة كل وحدة ومعلوماتها الشخصية. وبدأت أول مسرحية، داز الوقت بسرعة ودازوا 3 المسرحيات، وبقات مسرحية نفس وحدها. طلعوا الستارة ودخلوا جميع الممثلات، وأريان مركز شكون هي البطالة فيهم. شد الورقة اللي في إيده وشاف تصويرها وما عطاهاش اهتمام. الاسم نفس والسن 19 سنة. بقى كيقرا حتى كيسمع تصفيقات الجماهير، وحتى صاحبه عصام كيصفق هز راسه وشاف فيها. كانت لابسة لباس خاص بالمسرحية، ما بغاتش تشوف وجهه باش ما تخربقش وما تنساش الحوار. ابتسمت وتحنات، هزات راسها وبدات بالرقصة الأولى. كل شي بقى حال فمه فيها، أريان انسى راسه وبقى فمه محلول. دازت ساعتها وسالات مسرحيتها، هزات عويناتها الزورق وشافت فيه وهو يتصدم من جمالها، وكل شي فيها مثال. عصام قال قررت هذه هي بطلة فيلمي. أريان بقى ساكت، بدا المدير كيصفق وكيشكرها لهم، وحتى الأستاذ عصام صافحهم وشكرهم على مساعدته. وهبطات نفس من على خشبة المسرح، سلمت عليهم ومدت إيدها لأريان، شد إيدها وما بغاش يطلقها. شاف في عصام وهو مازال تحت السحر ديالها، زعزعو بإيده زعما ما طلق البنت، عاد وعاء وطلق إيدها. قال لها عصام عجبتنا بزاف طريقة تمثيلك والطريقة الأداء ديالك اللي كانت في المستوى، وبغيناك تكوني معانا في الفيلم الجديد ديالنا، وإلا وافقتي غادة توقعي معانا عقد في 6 شهور ديال التصوير، شنو بهالليك؟ نفس من قوة الصدمة شوية وكانت غادة تسخف. أعطاها عصام الرقم ديالو وعلمها باللي سيمانة الجاية غادي يوصلوها الوراق وتقاد الباس باش تمشي تمثل معاهم في أمريكا. كانت غادة تطير بالفرحة، شدات رقمه وابتسمت، فرحات بزاف حيت غادي تحقق حلمها. وفي السبيطار كانت يمنى بدات كتفيق والألم اكتسح النصف السفلي ديال جسدها، حلات عينيها بشوية وشافت جنبها وحاط راسو على إيدها وناعس. شافت في السقف وبدات كتفكر شنو وقع ليها وكيفاش جات لهنا، ورجعت نعسات. دخلت الممرضة وشافتها مازال ناعسة، مشات بدلات لها الفاسمة وفيقات دانيال وسولها واش قدروا يتوصلوا بوالديها. راه لقينا في حوايجها التليفون ديالها وصونين على الأب ديالها، وها هو جاي دابا. قال لها صافي أنا غادي نمشي والتكاليف أنا اللي غادي نخلصهم. خرج دانيال ومشى للطوموبيل ديالو، بغى يركب وبين ليه اللور شي حاجة طايحة، تحنا وهزها، كانت سلسلة على شكل قلب، حلها وكانت فيها 2 تصاور، واحدة ديال مرة تكون في 25 عام وبنت صغيرة اللي هي يامنة. شاف شي حاجة منقوشة عليها، بدا كيتهجى في الحروف ولقى يامنة صادقة، ما فهم والو ورجعت تديك سلسلة
وحطها في الدرج ديال طوموبيلته وكثيرة ومشى للفيلا ديالو. وفي المكتب عند زين دخلت مريم وكلها كتنقز بالفرحة، لقات عاطيها بالظهر وخاشي إيديه في جيبه. تقدمات بخطوات ثابتين وقالت مسيو زين، قالتها ودار شاف فيها وهو مخنزة كيف ما ديما. قال مريم بن جلون ياك؟ مريم هزات راسها بآه، وهو يقول خودي هذا حسابك لخدماتك لجميع هاد السنوات اللي دازو. قالها ليها وهي مصطومة، قالت كيفاش؟ زين قال ما فهمتش شنو اللي كيفاش، حنا كنستغنيو على خدماتك كلها. بدات كترعد وحسات بالعرق هابط معاها، تقدمات شوية وشدات الشاك، كان فيه نفس المبلغ ديال الميزانية الخاصة بالمشروع. قال زين هذا نفس المبلغ اللي سرقتي من الميزانية. ها هو أنا كنعطيه لك مقابل خدماتك. شافت فيه وبداو عينيها كيدمعو، حطات داك الشاك وبدات كتقرب منه وقالت أنا ما درت والو وما بغيتش هاد الفلوس، أنا بغيتك أنت، كان بغيك أنت. قالتها وبدات كتقرب منه وهو رافع حاجبه، حطات إيدها على إيده مطلعها مع دراعه وقربات وجهها من وجهه. دفعها زين حتى كانت غادة تجي على وجهها، شاف فيها باحتقار وقال غادة تهزي عليا وتمشي في حالك ولا ما غادي يعجبك حال. وهو يغوت نوضي خرجي عليا. ناضت مريم كتجري وخرجت ودموعها شلال على عينيها، دازت من قدام عائشة اللي ما شافتهاش، أصلا كانت محنية كتقلب على السجيل اللي طاح ليها تحت البير. هزات راسها وكملات خدمتها. مريم دخلت البيرو بدات كتشخشخ اللي جات قدامها وكتقول زين علاش انت ديالي وغادي تكون ليا؟ ما سوقيش غتكون ليا، بقيت كتغوت بحال شي حمقه. اما زين رجع جلس عادي وكمل خدمته. مريم جمعات داكشي اللي باقي ما شخشخاتوش وخرجات بعد ما خدات حسابها من المحاسب. عائشه كملت خدمتها، قات جالسة وهي تسمع صوت الباب تحل، وقفت وشافته خارج ومخنزة. داز وشاف فيها وقال انتي؟ قالت وي مسيو. وهو يقول عندي اجتماع في الليل كوني واجدة. عائشة هزت راسها بواخا، داز وخلاها كلها كترعد موراه. خرجت من الشركة ومشات لبسات وقدات راسها، داز الوقت ولقات راسها وسط ديك القاعة بجانب زين وجنبهم أكبر رجال الأعمال اللي من طبقة البرجوازية وكيدويو غير على المشاريع. عائشة حسات بالملل ولكن كتحاول دير راسها من دامجة في الحديث، كانت حائرة بين أنها تشوف في الناس ولباسهم، كاينين قطع ملابس اللي تمنهم وصل تمن بردمة، وكاينين ناس كبار وعندهم قيمة في البلاد. بقات غير كتحنظر وكتشوف أغلب هاد الشخصيات كيبانوا غير في التلفازة. حتى سمعات شي هدرة مقصودة لها، دارت وشافت في مصدر كانها سمعات واش انتي الحبيبة ديال مسيو زين؟ كانت مرة كبيرة ولابسة كلاس. عائشة غير شافتها وشدتها الضحكة، حيث هي كتعرف اللي بحالها كيكونوا جالسين في الدار ومخشيين في شي مانطة ومقابلين التلفازة ماشي جالسين في سهرات حتى لدابا. شافت في المرأة بجدية وقالت نعم؟ عودات المرأة سولاتها ويالله بغت تدوي عائشة. حتى شافت زين دار وتحنا بس لها يدها، قال مدام بيونسي. عائشة بغت تمشي وتخليهم وهي تقول لها المرأة اجي. شافت فيها عائشة وقالت نعم. بيونسي شافت في زين وقالت له درتيها العفيريت ما مشيتي حتى تزوجتي بها ياك ياسمين؟ شافت فيها عائشة وما فهماتش كيفاش ياسمين، وهي تقول بيونسي ياسمين يقدر يكون زين عاود لك عليا، انا الصديقة ديال ماما بيونسي، سمعت عليك بزاف منه فاش كنت كنتلاقاه مرة في امريكا، تشوقت نتلاقاك واليوم كتاب الصراحة انتي تماما كيف ما وصفك ليا، فعلا آية من الجمال. عائشة تشوكات ما فهمت والو، شافت فيها وكتشوف في زين وكتحاول تقرا الملامح ديالو، لقات داير ابتسامة عادية كأن هادشي اللي كتقول بالصح، يعني باغي منها تكذب. كحزات وشدت في ايده
ما عرفت منين جاتها هاد الجرأة كاملة. شبكات إيدها مع إيدو وقالت الحب اللي بيناتنا ماشي حب عادي، وشافت فيه عائشة، شافت فيها بيونسي وابتسمت وقالت أنا فرحانة ليكم بزاف. جبدات بيونسي براسلي من الشنطة ديالها كاين سامبل أوراقي وقالت كنت جايبه لبنتي، ولكن انتي من دابا بنتي ما دمتي الحبيبة ديال بلدي وابن صديقتي الغالية. ركبت لها البراسلي في ايدها وعلامات الدهشة بانت على وجه عائشة وهي تقول بيونسي الله يحميكم. ناد زين كيقاد الفيستا ديالو ولاحظوا باللي نص القاعة غاوية والناس اللي بقاو معدودين على رؤوس الأصابع. نهد وشاف فيها وقال يلا هنوصلك. عائشة كانت خايفة من ردة الفعل ديالو، واش غادي يكون معصب ولا لا، وهو بالعكس كان هادئ وعادي بحال لما وقع والو. خرجوا من بعد ما ودع شي شركاء ليه وركب في الطوموبيل ديالو الليموزين. ركبت عائشة جنبه، كان ملاهي مع الأخبار اللي سمع من الشركاء ديالو وما عارفش واش بصح الأسهم ديال الشركة اللي هضروا عليها طاحوا. شوية شاف جهتها وشافها هزات إيدها وكتنفس في الزاج وكترسم قلب، وشوية كتعاود نفس العملية وتعاود ترسم لين فيني ديال الوعد. رجعت كتلعب بالبراسلي اللي في إيدها باين عجبها، وبلا ما يحس اسها فيها قمة البراءة. نحنح تزعزعها وقال فين ساكنة؟ عائشة تزيرات قالت في خاطرها دابا هاد الليموزين غادا تدخل في دوك الدروبة اللي ساكنة فيهم. لا وش ماكرية والجيران غنبان في الجريدة. نهدات وجاوباته بلا ما تعذب راسك يا مسيو زين، حطني غير في شي شارع قريب. هز راسه بوخا وصلوها لواحد الشارع وحطوها وكثيرة الشيفور. عائشة شافت فيهم وهما كيبعدوا وتنهدات وشافت في جنابها الدنيا خاوية. ثلاثة ديال الليل شكون مازال غيدور في الزنقة في هذا الوقت؟ قلبها كان غادي يوقف غادة ومزيرة على الجاكيت ديالها. تليفونها طافي، غادي تكون امها حماقت بليزابيل. شوية كتسمع حس شي رجلين، بدات كتزرف خطواتها ما حسات غير بشي ايد جراتها. قالت الا جرها وازدحم على الحيط بالجهد وقال خرجيني عندك. غير شافته طاح فيها النص، كان ملتم نص وجهه وحاط لها موس على عنقها وهي تقول له شنو بغيتي، وهو يقول شبكه طلعي العاقة الغزالة ولا هاد العنق الزوين باح. يلا بغت تمد ليه التليفون وشافت الجنوية طارت في الهواء والشمكار الدهشر وتراجع. شاف فيه الشمكار وعقدهم وقال شكون انت هاد كازانوفا؟ شاف فيه خنزة ومشالي هشدها من ايدها وجرها. الشمكار جبت جنوية اخرى وهو يقول خارجين عليك عمي افلام الهنود، وانت راه اللي قدامك سميتو الخطية، راه بربي وما تحطوا اللي عندكم حتى ندبحك انت وياها السي شاروخان. عائشة رجعت موراه وتخشات فيه وقالت مسيو زين اعطيه تليفوني باش يخلينا نمشي. زين خنزر فيها وقال شدي عندك خرشاشتك. دار شاف فيه وتقدم عنده يلا الشمكير غادي يضربو بالجنوية وضربها له برجله حتى طارت في الهواء، وعطاه كروشي لفمه حتى جا على راسه الأرض، تحنى عليه زين وعطاه قتلة ديال العصا. عائشة شافت فيه وكلها كترعد، حيت زين الفيستا ديالو ودارها ليها على كتافها، خرج البراسلي من ايده وركبو ليها في المعصم ديالها وقال طاح ليك هذا فاش كنتي هابطة جيت نرجعو ليك. قال ليها فين ساكنة نوصلك. عائشة بلا مقدمات نطقات في الحومة الأخرى. زين هز راسه بواخا ومشاو كيتمشاو بجوج في سناقي والدنيا كتصفر. دقائق ووصلوا لقدام دار عائشة ويلا غدا الدوي، وهي تسمع صوت باها دارت ولقاتهم جايين كيجريوا عندها. قال الأب بنتي فين كنتي؟ واش عارفة شحال في الساعة دابا؟ علاش ما صونيتيش ليا نجي نجيبك؟
كون شدك شي مسخوط الوالدين في هذا الليل. الأم ديالها ماشي قل من باها، وهي تقول الأم ديالها: أويلي يا بنتي، علاش هاد التعطيلة؟ واش هاد المدير ديالك ما عنده لا ولاد ولا مرأة اللي تسناه؟ أويلي. هي كتهدر وهو واقف جنب بنتها، وعائشة كتغمزها بعينيها باش تسكت، وهو يقول زين: ما تخافوش، أرى بنتكم في أيدي أمينة. شاف فيه الأب ديال عائشة وقال: شكون أنت ولدي؟ زين ابتسم وهي تقول له عائشة: بابا، هذا راه المدير ديالي. نقزات أمها بعفوية وقالت: أنت هو اللي ما مزوج ما والد. بدات عائشة كتغمز فيها، وزين بدا كيضحك وقال: آه. وقال: آه مدام، هو أنا. حلفوا عليه حتى يزيد يدخل يشرب معهم أتاي، ودخل عندهم زين، دار ليهم خاطرهم، ومن بعد مشى في حاله. الصباح وصلت عائشة للشركة، بان لها كل شي كيشوف فيها، استغربت لدرجة شكات في راسها واش فيها شي حاجة. مشات للبيرو ديالها بلا ما تهتم ليهم، وهي تشوف الجورنال غير شافته وهي تصدم. كانوا صور ليها مع زين في الصفحة الأولى من الجريدة، واقفة جنبه وشادة فيه وحاطة إيدها على قلبه. والصورة الثانية كانت كتلبسها بيونسي البراسلي قدام زين، وكاتبين عنوان بخط كبير: رجل الأعمال الوسيم زين، رفقة حبيبته مع بيونسي صاحبة أشهر علامة تجارية. شافت العنوان وتصدمات، وبدات كتقرأ داكشي اللي تحت الخط. كل شي داكشي غير كذوب وزايدين من راسهم. عائشة بدا العرق هابط معاها وهي تقول: الحمد لله، حومتنا ما كيشريوش الجورنال، أما كنت شوهت. أما زين هز تليفون ديالو ولقى فيه شحال ديال الميساجات والاتصالات من دانيال واريان وامير. استغرب وقال: مال هادو مصبحين عليا على الصباح؟ دوزت تسجيل ديال دانيال ولقى فيه: ولد عمي، درتي الحبيبه ولد عمي وما علمتينيش. اياها ولد عمي. سمع زين الفوكال ومات بالضحك، ولكن في نفس الوقت ما فهم والو. داز الفوكال الثاني ديال اريان، قال ليه: وها احنا على الصحبه، كتخرج تسهر وتحجج لينا بالخدمة، ومبروك يا سيدي، مبروك عليك. وهو يدوز الفوكال ديال الأمير، قال ليه: مبروك. كانت كلمة واحدة، استغرب، قال: هذا ماله؟ مشى يفطر وخد الجريدة، فتحها وهو يشوف الخبر وتصاوروا مع عائشة. بدا كيكح وحلات ليه، خدا كاس العصير وجغمو دقة واحدة، هز الجريدة وبدا كيقرأ. دوز في البلاصة أبيل، تسنى 5 دقائق، وصلوا ايميل حلو كان فيه معلومات والرقم ديال الهاتف اللي كاتب المقالة. دوز نمرته وجاوبه، قالوا: زين، انت محسن؟ وهو يقول له: محسن. اها، شكون معايا؟ قالوا: زين، زين كروز. وهو يقول: محسن. مسيو زين، كاين شي حاجة فاش نخدمك؟ زين قال ليه: الخير اللي غديرو في راسك، غادي تنزل خبر اعتذار وتمسح ليا دوك الخزعبلات، ولا حسب راسك مطرود من خدمتك. قطع وحط التليفون وكمل فطورو بهدوء بحال اللي ما وقع والو. مشى زين للشركه، دخل وطلع للجناح اللي فيه المكتب ديالو. شاف المكتب عائشه كانت جالسه وكتخدم شي ملفات، غير شافتو هي تزنق ولات حمراء، اكيد شاف الخبر. عائشة قالت في خاطرها: صافي، دابا غادي يجري عليا، ما فيهاش. زيرات على إديها كتسناه يسبها ولا يجري عليها، ولكن داز عادي ودخل وسد الباب. يلا بغات تجلس ترتاح وهو يعيط لها، قالت: وي مسيو زين. وهو يقول: دخلي عندي دابا. عائشة في البلاصة مشات كطير، دقات ودخلات، شاف فيها بنص عين وقال: ايوا لالا عائشة، شنو بالك؟ كي جاوك التصاور؟ عائشة بدات كتفتف وقالت: والله حتى. وهو يقول: عارف ما عندك حتى علاقة، اصلا هذا صحفي كنعرفو، وعارفو كيطلق سلوقية بزاف. نهد وشاف فيها وقال:
يمكن ليك تمشي. هز تليفونه وكيشوف تصاور قدام ليه والياسمين في نيويورك ونيو دلهي، بزاف ديال البلايص اللي سافروا ليهم بجوج. خبر موتها خلاه يحس باللي داك زين اللي شاغوف وضحوك مات في الداخل ديالو، كيحس بالوحدة كتقتلو. بقى كيقلب في التصاور حتى كتطلع ليه صورته مع عائشة، ارسلها ليه دانيال. بقى ساهي في الصورة، جاته زوينة وفي بلاصة أخرى كانت جالسة في كافي وحاطة رجل على رجل. ابتسمت فاش شافتها جاية وفي يديها شي ساشيات، تقادات في الجلسة وطرطقات صباحها للسرباي اللي جاي عندها كيجري. قال وي مدام، قالت عصير الليمون عفاك. قال ليها السرباي اوكي مدام. جرات الكرسي وجلسات وهي تقول مريم نادية فين تعطلتي وداك الشي جبتيه؟ هي تقول ليها نادية واش انتي حمقة، راه يالله لقيت الفرصة المناسبة، راكي عارفة السبيطارات الكبار كاينين الكاميرات والأطباء والفرمليات وكل شي محسوب، هاد الشي راه بزز باش سرقتو. إلا عاقو مشيت فيها. وقالت جبتي ليا بعد الفلوس. مريم هزات راسها بآه وجبدات ساكها وحطات ليها ظرف. يالله غدا تحط نادية يديها عليه وهي تحبسها مريم. قالت المخدر هو الأول. قالت نادية ما كتلقيش فيا، وهي تقول لها مريم بحال داك الشي. جبدات نادية قرعة صغيرة ومداتها ليها وقالت خودي هادي هي أمانتك، ولكن شوفي ما تقويش بزاف، إلا قويتي غادي ينعس، ديري غير شوية. قالت مريم ما تخافيش. هزات ديك القرعة وخشاتها في ساكها، ونادية خدات الظرف وشافت في مريم وهي تقول المبلغ كامل ياك؟ قالت لها مريم ما تخافيش المبلغ كامل. نادية ناضت وسلمت عليها وقالت شكرا، عجبني الحال حيت تعاملت معاك، فاش تحتاجي شي حاجة قوليها ليا. يلا بالسلامة. حطات مريم الفلوس ديال العصير وخرجات ونادية معها. ركبت مريم في طوموبيلتها وقالت اوف اخيرا زين، ما خليتي ليا حتى شي حل من غير هذا، وهذا هو الحل الوحيد اللي بقى عندي. وصل وقت الغداء وخرج زين، وصل للمطعم اللي داير مع صحابه يتلقى بهم. لقى الطبلة ديالهم كيف ديما معزولة على عباد الله في الطابق الثاني مقابلة للبحر، والغداء محطوط. يلاه جلس وبان ليه أمير ودانيال داخلين، تسالموا مع بعضياتهم. وقال له دانيال وين وعلى السي العريس؟ قال ليه زين والله ولد عمي العزيز ما مسالي الضحك ديالك. وهو يقول له أمير بالصح ولا غير إشاعة؟ قال له زين لا بالصح أمير، يالله بغي يدوي. وهو يبدأ زين يضحك. قال له من نيتك؟ راه غير السكرتيرة ديالي كانت رافقتني لحفل ريتشارد، وراك عارف ضروري نحضره، وراه غير نفس الصحفي اللي ديما مخرج عليا الإشاعات، ورا دويت معاه. أمير قال له آه مزيان. وهو يقول له دانيال راه بالصح نيت خاصك تزوج، راك شرفتي. قال له زين تزوج انت نيت اشنو خاصك؟ وهو يقول دانيال خاصني اللي تخطف ليا قلبي. قال زين واو علاش انت عندك قلب؟ في علمي كلك قلوبة. دانيال تشتت بالضحك وقال اش ندير صاحبي خوك زهواني. وهو يقول امير ما بانش لكم اريان تعطل؟ قال زين ماشي من عوايده. وهو يقول دانيال تلقى شاد الوجه الجديد في شي بيت ما كتخرج. زين ضحك وقال اول مرة كنتفق معك. امير قال شنو قصة الوجه الجديد؟ دانيال جبت التليفون ديالو مدو ليه وقال له هاك خود شوف السوشيال ميديا ويوتيوب، هاد شي اللي شادين، الوجه الجديد الفيلم اريان والخبر ديال ولد عمي زين كروز مع حبيبته الله يرضى عليهم شادين لنا طوندونس. بداو كيضحكوا شوية. شاف زين ووصلوا ميساج من اريان فيه غير تغداو عندي ما يدار ما غاديش نجي. زين شاف فيهم وقال يمكن داك الشي اللي قلتي طلع صحيح، زيدوا ناكلوا راه ما غيجيش. بقاو كيضحكوا ويقشبوا وبداو كيتغداو. كملوا ماكلتهم وناضوا وكل واحد ركب سيارته ومشاو يكملوا شغالهم. زين رجع للشركة يكمل خدمته، كان جالس على الكرسي وكيشوف فيها كيفاش كدوي وكترعد عليه وكتبكي وكتزاوق باش يردها لخدمتها. قالت له مريم مسيو زين انا عمري ما غدا نعود هاد الخطأ، تيق فيا اخر مرة.
زين شاف فيها وصغر عينيه وقال: غادي نعاود نعطيك فرصة أخرى، غير على قبل السنين الماضية اللي استفدنا منك ومن خبرتك. هزات راسها بآه وكتضحك وكتمسح في دموعها. خرجات وهي كتضحك، شافت الكولوار خاوي وقادات الماسكارا ومسحات وجهها من أثر البكاء. شافت في البيرو ديال عائشة ما كانتش تما، وتمشات بكل ثقة. شافها أنس واستغرب، قال: مريم اش كديري هنا؟ وهي تقول له: والو، غير مسيو زين طلب مني نرجع بعد ما قدمت استقالتي. وهو يقول لها أنس: علاش؟ ماشي هو اللي كان جرى عليك؟ مريم ضرباتها بواحد الضحكة وهي تقول له: من نيتك الزين، أصلا مسيو زين مستحيل يستغني على خدماتي. أنس بدا كيضحك وقال: علاش؟ انت اللي كتفرقي علينا المونة ديال الشهر. وهي تقول له مريم: لا حبيبة، أنا خبيرة وبخبرتي زدت بالشركة القدام. وهو يقول أنس: مزيان، يلا بون كوراج. مشى وخلاها. وهي تقول: غير ضحك الجاهل، قريبا غادي يولي راجلي. وبدات كتضحك. أما دانيال أخذ العنوان ديال يامنة من سبيطار ومشى باش يزورها. وصل لدارهم وهو يدق، خرج ليه باها وهو يقول له: أنا هو اللي ضرب بنتك، غير جيت نطمئن عليها وصافي. الأب شاف فيه وبين فيه ولد نقي وولد الناس، وهو يقول له: دخول ولدي. دخل دانيال وهز راسه وهو يقول: دانيال سمحوا لي على هاد المجية، صراحة أنا غير جيت نطمئن على حالة بنتك حيت أنا السبب في الحادثة. قاطعوا بها وقال له: ماشي مشكلة ولدي، احنا التامسنا ليك العذر وطلعتي ولد الناس وديتي بنتي للسبيطار وخلصتي التكاليف، كون كان شي واحد آخر كون خلاها وهرب. دانيال قال: بالعكس هذا واجب. دار كيشوف فيها وقال: كي بقيتي؟ يامنة كانت جالسة قدامه وهي تقول: الحمد لله أخويا، شكرا. الغد لي في الصباح مشات عائشة كيف ما العادة للشركة، دخلت حانية راسها ويلا غدا توقف جنب السانسور. وهي تهز راسها شافت فيه وهو واقف بهيبته، شافت فيه وهي تبتسم قالت: صباح الخير. قال ليها زين: صباح النور. دور وجهه وتحل السانسور، دخلوا وطلعوا الطابق فين كاين المكتب، تحل الباب وخرجوا. هي تابعاه من الخلف، تلاقاو مع مريم، شافت فيه وقالت ليه صباح الخير، داز بلا ما يعبرها. تقرصات ولكن تصرفات عادي. سلمات على عائشة بالحنك وقالت: ايوا حبيبة، اليوم بالليل شنو عندكم؟ عائشة قالت ليها: انا خديت شقة والصراحة غدا نتحول ليها اليوم بالليل. وانتي؟ وهي تقول مريم: والو، غير قلت نخرجو، ولكن ما حد كي مشغولة صافي. قالت عائشة: دوماج، مرة اخرى. وهي تقول ليها مريم: ومسيو زين؟ قالت عائشة: مالو؟ قالت ليها مريم: ما عندوش شي اجتماع ولا شي خدمة. وهي تقول عائشة: عنده اجتماع مع قسم الموارد البشرية. قالت ليها مريم: صافي، شكرا حبيبة. قالت ليها عائشة: ماشي مشكل، ولكن علاش كتسولي؟ مريم قالت: والو، غير سولت، يلا بسلامة. سلمت عليها بالزربة ومشات. عائشة بقت واقفة ما فاهمة والو. مشات للبيرو ديالها وبدات كتخدم خدمتها. وعند مريم كانت جالسة كتقطع التصاور وتلصقهم في الحيط وكتزوق فيهم وكتدوي غير بحدها وكتقول: انت غادي تكون ليا، ماشي مورا هاد سنين كاملة وما تكونش ليا. انا تعذبت بزاف باش قدرت ناخدك منها ونتخلص منها، مستحيل نخليك لشي واحدة اخرى، وقريب غادي تولي بين ايديا زين، انت ديالي ومكتاب ليا. بقات 24 ساعة وبدات كتضحك بطريقة هستيرية. تفقات عائشة ومريم باش غادي يمشيو يسهروا، لبسوا وخرجوا. وصلوا ستاسيونات مريم طموبيلتها، كانت لابسة كسيوة كتبري والمعري كتر من المغطي، ولكن فين تبان قدام عائشة. دخلوا وعائشة منبهرة بهادشي اللي كتشوف. أهبط زين حتى هو قدام نفس النادي، دور عينيه وبانوا ليه الدراري مجموعين في الطابلة وباقي غير هو.
تمشى عندهم وغير شافوه الدراري وبدأوا كيضحكوا. أما عائشة غير كتدور في عينيها وكتشوف حلبة الرقص وبنادم كيشطح على أغاني أوروبية مشهورة وهي كتحماق عليهم. أما مريم شافت في الساعة وهي تدور عينيها لبلاستهم بان ليها جالس وعاطيها بالدهر وهي تبدأ تضحك. قالت يالله مريم اليوم نهارك. وشافت في عائشة اللي حالة فمها وقالت شوفي أنا غدا نمشي للحمام شوية وغدا نجي. قالت ليها عائشة واخا. تمشيت مريم وخلات عائشة كتشوف عباد الله والنادي كان مخلط هداك العصير داير فيه حتى النبيد. عائشة بان ليها السرباي دايز ووقفاتو خدات كاس آخر وبدات كتشرب. أما مريم كانت مخبية هي والسرباي مورا الكولوار وخرجات القريعة ديالها ومداتها ليه وقالت غادي تخويها في العصير ديالو وغادي تديها ليه باش يشربها. قال لي هالسرباي كوني هانية. ادخل المكان المخصص بالمشروبات وقاد داكشي اللي قالت ليه وهز البلاطو وتم غادي لعندهم. قدم لزين داك الكاس اللي قاد ليه وعطى الاخرين كيسانهم. كانوا الدراري جالسين كيشربوا حتى كيشوفوا الأغنية تبدلات وكيشوفوا شي واحدة في الوسط كتشطح كتبان ليهم بحال نورة فتحي. زين بلا هواه دار كيشوف في مؤخرتها اللي كتحرك بكل احترافية. شوية بدات كتحرك شعرها يمين ويسار. دارت وهو يتصدم شاف فيها وما تيقش عينيه وهو يقول عائشة. بلا ما يحس هز الكاس وشربوا دقة واحدة. مريم كانت مراقبة عن بعد شافته فاش شرب الكاس وشداتها الضحكة وهي تقول ودابا غدا نمشي نجلس نص مهمتي تمت. اليوم غادي تكون ليا وبزز منك غادي تزوج بيا. وبدات كتضحك. زين بقى مخرج عينيه في عائشة تصدم. كل شي تجمع عليها وداروها في الوسط وشي كيلوح عليها في الفلوس والدراري كيضحكوا. زين تقرص وتعصب ناض بلهوة غادي لعندها وصحابه غير كيشوفوا فيه بحال شي حمق. عائشة ما كانتش واعية على راسها كتشطح وتغوت ما حسات غير بشي ايد شداتها وهزاتها حتى ترفعات وقلباتها وشعرها ولا كيشطب الارض. حيزها فوق كتافه وهي كتشطح وكترطى. اما مريم فهاد الاثناء كانت كتهضر في التليفون الشي اللي ما خلاهاش تشوف هاد الشي اللي واقع. خرجها حتى الخرجة ديال البواط وهو يحطها وغير حطها وهي تبدأ تنصل في حوايجها. زين شد ليها ايديها وقال واش تسطيتي؟ عائشة صغرت عينيها وحطت ايدها على الكول دعنقه وجراته لعندها ادفعها في البلاصة وعطاها تصرفيقة حتى حسيت بحنكات شنش. طاحت على ركابيها وبدات كتبكي وقالت علاش دفعتيني؟ انت واحد ما كتسواش. سكتت شوية وهي تقول ولكن شفيفك زويني يلا بغي يدوي. ووقفوا عليه صحابه. قال له أريان شكون هاد يا صاحبي علاش هزيتيها؟ زين بقى غير ساكت. دانيال تحنى عليها كيشوف فيها وهو يقول ويش ماشي هادي اللي كنتي مصور معاها؟ حركها أمير برجلو قال ويش سكرانة. تحنى هزها ودها للطوموبيل حطها وركب القدام وكسيرة بسرعة شاف فيها ورجع كيشوف في الطريق حتى سمعها كتغوت فين غادي بيا الشيفور. تعصب ودار شاف فيها ورجع دار شاف في الطريق وهي تقول له وقف وقف بغيت نرجع. وقف وخرجات ومشات كتجري كترجع خدا قرعة ديال الماء ومشى عندها غسل ليها فمها وعطاها تشرب. يلا بغات تطيح وهزها قبل ما تلمس الأرض. عائشة حلات عينيها بشوية وقالت اديني للدار. زين تنهد ما عارفش دارها فكر في نديها حتى عيا ومشى حطها اللور وكسيرة الفيلا ديالو.